ولدي عنيف، عنيف مع اخواته، عنيف مع اصحابه، عنيف حتى معايا انا. واذا نقول له انا حاجه اعملها يتغشش ويدخل في هستيريا، ما نعرفش كيفاش نتصرف معه، حرت ايش باش نعمل معه. هذا هو السؤال اللي نطرحه في حلقتنا اليوم، وهذا هو اللي نجاوبه عليه. باش نجاوبك على السؤال هذا نتكلم على نقطتين مهمين للغايه في لقائنا اليوم. اولا نحاولوا نفهموا السبب علاش هو عنيف، وثانيا نشوفوا شنو نجموا نعملوا باش نتعطاو بافضل السبل وافضل الطرق كيفاش نعملوا باش نحسنوا التعاطي مع الوضعيه هذه. وكما يقول المثل اذا عرف السبب بطل العجب. خلينا نعرف علاش اول نقطه نتكلموا فيها علاش ولدي عنيف. باش نجاوبك على السؤال هذا يلزمك تعرف انه اي سلوك مرتبط بشيئين اثنين. اولا وقت تقول له لا ما نحبكش تعمل الحاجه ذيك، هو اولا سلوكه مرتبط بنظرته لكلمه لا، المعنى اللي يعطيه لكلمه لا، شنو المعنى اللي يوصله، هذه اول حاجه. ثانيا اذا وصله معنى معين هو باش يحاول يخزر القدام ويشوف هكا يدرس سلوكياته ويختار السلوك اللي يعطيه افضل النتائج. هي نفهموا العمليه كيفاش تتم. علاش نبداو بالنقطه الاولى، شنو المعنى اللي يعطيه هو الكلمه لا؟ في الحقيقة المعنى اللي يعطيه الكلمة لا هي واحدة من أربع أشياء. إما أنه تعود ديما أنه يقولوا له إيه، ومدلل الطفل ولا البنية مدللة وقت تقول له لا، بالنسبة لي هذا شيء غير مقبول، معناه ذهنه ما يقبلش أصلا كلمة لا، وبالتالي ما ثماش في قاموسه في ذهنه كلمة لا، ولازم يفرض رأي. هذه النقطة الأولى، إذا المعنى اللي يعطيه كلمة لا أنه أصلا غير موجودة، لا غير موجودة. ثم شيء آخر، انه المعنى اللي يعطيه لي يقول مادام قال لي لا ما يحبنيش، انا مش مهم بالنسبه لي، ويدخل فيها عنصر المحبه، وربما يشوف الطريقه اللي قلت له بها انت لا، وكيفاش اخوه ولا اخته قلت لها اي، وكيفاش تتعامل مع اصحابك، كيفاش تتعامل مع احبابك، كيفاش تتعامل مع اخواته الاخرين، وبالتالي يشوف انك انت ديما تقول له لا، وفي يمكن مش صحيح اما في منظوره هو الأسلوب اللي قلت له به لا، ولا الطريقة، ولا يحس روحه أنه، ولا من الغيرة فقط يحس روحه أنه أنت ما تحبوش، ويمكن حتى أنت ماكش واعي بروحك، يمكن أنت متنرفز، ويمكن علاقتك الزوجية مش اللي هي، وهناك شحنة من الكره للآخر اللي تتعدى في أسلوبك مع تعاملك في تعاملك مع أولادك. ونعرف أنه مثل هذه الوضعيات موجودة ومؤلمة في الحقيقة، والطفل ما يفرقش يشوف وجهك، تعابير وجهك وسلوكك وتعاملك معه، يقول هذا علاش يعمل معي هك، علاش ما عملت له حد شيء، ولا يلقى التفسير، وبالتالي ربما التفسير بالنسبة ليه انه انت ما تحبوش. هذا التفسير الثاني، المعنى الثاني اللي يعطيه الكلمة لا. المعنى الثالث اللي يعطيه الكلمة لا يمكن يقول شبيه امي ولا بابا خايفين عليا برشا، علاش الخوف هذا، وعلاش ديما لا، شبيه ما عندهمش الثقة في افكاري، يا اخي انا افكاري ما نعرفش نخمم، مش بين يعني، وخاصة اذا يبدا يكبر الولد ولا البنية. وبالتالي نتعدى ايضا للتفسير الثالث، انه خاصة في فترة المراهقة كل واحد يحب يبني شخصيته وياخذ استقلاليته ويشعر بذاته. وقت اللي تقول له انت لا يعطي المعنى الرابع، انك انت ما احترمتش خصوصيته، ما احترمتش ذاته، ما احترمتش استقلاليته، وبالتالي هذا يتولد عنه ردة فعل. هناك ثلاث ردود افعال ممكنة، اما الخيار الاول انه يدخل معك في نقاش ويتحاور معك ويحاول يقنعك، هذا الخيار الاول بالنسبه لي. الخيار الثاني انه يسكت على روحه ويسكت ويحطها في قلبه ويتحملها هو ويقعد ياكل في روحه من داخل. واما الخيار الثالث انه يعبر، ولكن ما انه خيار النقاش ما يمشيش، يعبر بعنف وقوه واسلوب ربما يكون عنيف. هذه ثلاث خيارات اللي موجوده لاي شخص، مش لابنك، لاي شخص حتى يتعامل مع الاخر. السؤال يطرح نفسه، علاش ولدك اختار الاسلوب العنف من دون الخيارات الاخرى، علاش؟ والاجابه ببساطه هي كالاتي، ركز معي في الاجابه هذه. راهو الانسان ما يختار سلوك معين الا ما تبين له التجربه انه هذا افضل سلوك بالنسبه ليه. نعاود نقولها، راهو الانسان ما يختار سلوك الا ما تبين له تجربة انه السلوكيات الاخرى لا تعمل، وانه هذا افضل سلوك، هذا افضل خيار. تقول لي عجب، كيفاش هذا بالنسبه لي افضل خيار؟ نعم، تلقاه هو جرب مثلا اسلوب النقاش
وما مشيش معاك. تقول لي ليه نناقشوا؟ اي انت تناقشوا، انت كنت تناقشوا، ما تناقشوا بنيه شنو؟ بنيه انه رايك ماشي ماشي صحيح تسمع ويتكلم، اما في النهايه انت قرارك ماخذه، ومهما كانت الاشياء اللي باش يقولوا لك راهو كلامك ماشي ماشي، معناه يقولوا ولا ما يقولش مش باش تبدل النتيجه. سمعته اوكي، اما في الاخر انت تاخذ القرار، وبالتالي يعرف ان اسلوب النقاش ما عنده ما يوصل وين. يمكن تعيط عليه ويمكن تصيح عليه، يعرف انه الباب هذا مسكر اصلا، ويمكن ايضا جرب انه يسكت، وجرب انه كل ما يسكت كل ما الوضعيه تتفاقم. ولهنا ثم شكون انه يزيد يغطس في العزله الداخليه ما تعرفش عليه وين يوصل، ويمكن انفجار في لحظه ما يكون كبير برشا وقت يتقدم في السن. وثم شكون يسكت، ومن بعد ما يسكت يسكت يسكت، من بعد يقول لك لا، يجرب اسلوب اخر انه يتعامل بعنف، ولهنا يكتشف انه هذا الاسلوب اللي يمشي. كيفاش تقول لي يمشي وانا حتى في الاسلوب هذا اسلوب العنف ونتعامل معاه بعنف ونسكته وفي النهايه كلمتي انا تمشي؟ كيفاش الاسلوب هذا هو اللي يمشي بالنسبه لي؟ ها نقول لك كيفاش الاسلوب هذا يمشي بالنسبه لي. يمشي الاسلوب هذا بالنسبه لي الحاجتين، اما انه يوصل للنتيجه بعد اصرار وعزيمه، وانه معناها مارس عليك هذا الضغط النفسي والوضعيه هذه، في الاخر انت تقولش باش نعمل له هذا وتسلم، وبالتالي يعرف انه كل ما يستعمل الاسلوب هذا يوصل نتيجته. اما شيء اخر انه ربما صحيح ما وصلش النتيجه، ما وصل الهدف نتاعو انه يوصل لك رساله ووصلها لك. هو يحب يوصل لك رساله، يحب يوصل لك شنو؟ علاش يستعمل في العنف؟ يحب يوصل لك انه يقول لك راهو مثلا انا راني ماكش مهتم بيا، ما تحبنيش كيما الاخر، ما تشوف الاخر مركز مع الاخر مش مركز معايا، ها ومبين لك انا نمارس العنف هذا باش تتلهى بيا، باش تعطيني من اهتمامك. وثم الاكثر من هذا، ثم شكون يقول مادام هو مش مهتم بيا وما يسمعنيش وحاطني في الوضعيه هذه لان نتألم بصمت، انا كيف كيف نخليه يعيش الوضعيه هذه. وثم ابناء يوصلوا انه يرضى انه يحط روحه في وضعيات خايبة، في وضعيات صعيبة، المضرة النفسه حتى المضرة الجسدية، باش والديه يتلهوا به ولا يهتموا به، ولا حتى شكون ينتقم في والديه بالانتقام بنفسه. وهذا موجود للأسف، وهذا ربما درجات ما نحبوش نوصلوا لها. ومن الأول في تربيتنا أبنائنا نفيقوا إنه إحنا وقت اللي هو يمارس في العنف، هذا وسيلة الوسيلة التعبير الأمثل اللي القاها تمشي معك. بيش تقول لي انت تو انا فهمت انه هذا العنف هو وسيلته اللي يعبر بها على روحه، انا كيفاش نتعامل؟ خليه يعمل اللي يحبك هو؟ لا مش صحيح. ها نقول لك، نعطيك الان خطوات عملية انه يمكن استخدامها حتى توصل لنتيجة إيجابية، لكن قبل الخطوات العملية خلينا نفسر لك منين جات الخطوات العملية. هو شنو مش قلنا السبب نتاع ردة الفعل العنيفة هذه حاجتين، المعنى السلبي اللي يعطيه الكلمة اللي قلتها له، وثاني حاجة توقع انه وقت اللي تعامل معاك بعنف يوصل للي يحب عليه، سواء انه يوصل للنتيجة ولا انه يخليك تهتم به ولا انه حتى يعاقبك في اللاوعي انه عنده ردة فعل على الأقل يبرز في وجوده، إنه يعاقبك إنه أنا موجود وهذه ردة فعلي. فبالتالي شنو هو الحل؟ الحل إنه أولاً النقطة الأولى إنه تبدل له المعنى الكلمة ليه اللي تعطيها له، هذه أول حاجة إنه كلمة ليه تتبدل. بالنسبة لي هو يشوف فيها إنه قلت له ليه لأنه معنى سلبي، لا، لابد أن يكون هناك عمل حتى نغيره من كلمة من المعنى اللي يوصل له من ليه. وهذا فيه اسلوب عمل كبير وما يمكنش انه نتكلم عليه في اللقاء اليوم. كيفاش تقول لولدك لا من غير ما توصل له معنى سلبي وباسلوب يوصل معاه بالعكس معنى ايجابي؟ كيفاش تقول كلمه لا؟ هذه الخطوه الاولى، لابد انه نتعلم كيفاش نقوله لا مع المحافظه على ثلاث اشياء. اول شيء توصل له شعور المحبه انك راك تحبه، رغم انه تقول له لا راك تحبه، عندك ثقه فيه وعندك ثقه في افكاره. والنقطة الثالثة أيضا إنك تحترمه وعندك احترام ليه. إذا محبة، ثقة، احترام، هذا هم الأشياء الثلاثة اللي تحاول تحافظ عليهم وانت تقول لا. ثانيا وقت تشوف ردة فعل، مثلا أنت قلت له لا ورغم ذلك كانت هناك ردة فعل عنيفة، إيش تعمل هنا؟ هنا لابد أنه تقيم الوضعية. قيم الوضعية وتطرح على نفسك السؤال الآتي، هل الوضعية تحتاج ردة فعل سريعة ولا لا؟
إذا كانت الوضعية تحتاج ردة فعل سريعة تصرف بسرعة حتى توقف الخطر. ربما هو الآن في حالة خطر ومش واعي ويحب يعمل حاجة ديك وفيها تهلكة وتوى منعش، ربما شفته يتعارك مع واحد ويحب يمشي يضربه وغيره ومتنرفز، هنا وضعية خطيرة وتتطلب تدخل حيني تتدخل حتى توقف الوضعية هذه. الخطوة الثالثة إذا الوضعية لا تتطلب تدخل سريع، لهنا إنه هذا هو الدور، هذا هو الخدمة اللي تخدمها مع ولدك، إنه هو مش يحب، هو مش يحب إنه يوصل لهدفه، وإلا إنه يحطك يخليك تهتم به ولا يحطك في وضعية تدخل في الجو نتاعه كيما أنت نرفزته هو ينرفزك. وكل ما يوصل للأشياء هذا كل ما تسمى النتيجة بالنسبة لي هو إيجابية ويكررها المرة الجاية والمرة الجاية والمرة الجاية، وبالتالي لابد أنت في المرحلة الثالثة أنه تقطع هذا الرابط بين السلوك العنيف والنتيجة الإيجابية في ذهنه. هو مش معنى ما هو يحب أنه أنت يحبك أنت تعطيه اللي يحب، ما تعطيه وش الحب مهما كانت. إذا هو في حالة عنف لابد انه ما تعطيهوش اللي يحب عليه حتى لو كان على حق، حتى لو هو حق وهو في حالة عنف ما تعطيهوش اللي يحب. علاش؟ خاطر لهنا باش يتولد عنده رابط ذهني انه كل ما يكون في حالة عنف كل ما يوصل للحاجة اللي يحب عليه ما تعطيهوش اللي يحب، هذه الحاجة الاولى. ثانيا ما تعطيهوش اللي يحب في السنس الاخر، انه يحب ينرفزك، انه يحبك تتنرفز، انه يحب يدخل معاك في الوضعية هذه لا ما تنرفزش، وبالتالي يعرف انه كي هو يتنرفز مش باش يأثر فيك، وبالتالي المرة الجاية كي باش يتنرفز يخمم. إذا هذه الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة، ما تنرفزتش، ما عطيتوش اللي يحب، الآن فكر شنو هو حجم الخطأ اللي قام به. هل حجم الخطأ اللي قام به وحجم العنف اللي قام به يطلب عقاب؟ وما هو حجم العقاب اللي يتماشى مع الوضعية هذه مع العنف اللي قام به؟ يمكن يكون عقاب بسيط برشا، تقول له برا توا شد بيتك. وشنو الهدف منها هذه برا شد بيتك؟ انه الهدف منها انه يهدى وانه ما تتعاملش معاه وهو في حالة عنف، وهذا مهم للغاية. ولا انه تقول له باهي كنا باش نخرجوا توا مانيش خارجين، وكنا باش نشري لك مانيش باش نشري لك، ولا كنا باش نعملوا مانيش باش نعمل، وبرا شد بيتك، ولا توا ما نحكيوش. على حسب السن وحسب الظروف وحسب الوضعية. لهنا شنو باش يصير وشنو هدفك انه من العملية هذه؟ هدفك انه بينت له انه ما وصلش للي حب عليه، وثانيا انه خليت انه نفسيته ترتاح ويهدى، وانه العاصفة تمر، وانه الغضب يمشي. خاطر وقت الانسان يكون في حالة غضب ما يفكرش. وانت شنو الهدف؟ الهدف انه تنتقل به للمرحلة الخامسة. وشنو المرحلة الخامسة؟ الخطوة الخامسة انه الان بامكان انه تتناقشوا وتتكلموا وتتحاور. ومش قلنا انه قنوات الحوار او اساليب الحوار والتعبير عن ذات ثلاثة، ما انك تسكت ولا انك تناقش ولا انك تكون عنيف. الان باش تبين له هدف الخطوة الخامسة، باش تبين له الاسلوب الامثل للتعامل معك هو شنو هو؟ هو انه يناقشك. ولهنا بعد ما هدا وبعد ما كنت ربما إذا احتجت أنه تعاقب وعاقبته، والآن هادين الاثنين تفتح معاه قنوات الحوار. السؤال يطرح نفسه، لو مثلا شد صحيح وحنا نتحاور أنه شد صحيح في الحاجة اللي حب عليها وأنا نعرف أنه غلط، لهنا تنجم أنت تقول لي لا والله ما نحبش، أنا حريص عليهم ما نحبوش يغلط وما نحبوش. شوف الواحد وقت اللي قلنا يقبل وقت اللي يبدأ صغير غلطاته صغير، خليه ما هو شد صحيح وانت كلمته بمحبه واستعملت معاه لي تكنيك دو شانجمون دو بيرسبكتيف، شفت بيرسبكتيف تكنيكس، وعطيته عاونته انه يفهم الوضعيه ويفهم انعكاساتها، وانت تشوف في حاجات ما شافهمش هو وشد صحيح في قراره. اذا شنو الهدف نتاعك انت من النقاش؟ الهدف انه تبين له انه افضل اسلوب للتعامل معك هو النقاش، وانه ثم ثقه بينكم. خليه يجرب ويخطئ ويتعلم انه القرار كان خاطئ وكان متسرع، وانه انت وقت اللي قلت له ليه المصلحته هو. خليه يخطئ ويتعلم، وكسبت شيء اهم في علاقتك به من انه ما يعمل شكل حاجة الخايبة ذيك، ليه كسبت شيء مهم، كسبت مخزون كبير من الثقة والتواصل بينك وبينه، وهذا اللي يعاونك في إدارة علاقته معك في المستقبل، وهذا اللي يخليه هو وحده يفهم
انه افضل اسلوب للتعاطي معك مش العنف، وافضل العنف ما عنده وين يوصله. العنف باش يخليه يتعاقب، العنف باش يخليك انت ما يتحرك منك حد شيء، العنف باش يخليه يخسر مش يربح. وافضل طريقه توصله للربح هو اسلوب التواصل، وانه يوسع باله وانه يحكي وانه يناقش. وفي الحوار وفي النقاش هو يثري مخزونه اللغه ويطور من شخصيته. وربحت شخص صحيح، خسرت انه قام بخطا عاجبي، خطا صغير ويتعدى، ولكن ربحت ماذا؟ ربحت انسان عنده واثق في نفسه وعنده شخصيه قويه، وربحت علاقه مبنيه على المحبه. اذا بهذا نصل الى نهايه لقائنا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعه، ونلتقيكم ان شاء الله في لقاءات قادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.